طيب بينضم الينا عبر الهاتف النائب وائل المشنب عضو مجلس النواب عن دائره اخميم بمحافظه سوهاج. تحياتي لحضرتك سياده النائب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. يعني طمنا على التلاميذ يا فندم، وصل كام حاله دلوقتي؟ الواقعه دي حصلت صباحا النهارده، وكان حاله تسمم نتيجه وجبه غذائيه، الوجبات الغذائيه بتاعت المدارس، وطبعا دي كارثه. الحمد لله ربنا كلم، يعني طلعوا اتعاملت لهم بعض، في طلبه الحمد لله كانت الحاله بتاعتهم كويسه، وفي طلبه اللي هم كلوا الوجبه كامله تسببت ليهم في اعياء شديد، ولكن الحمد لله الحمد لله رب العالمين. احنا مش عايزين نهون من الموقف، موقف كارثه وموضوع صعب جدا، واحنا للاسف عندنا يعني كل سنه. طب انا عايزه اسال حضرتك سياده النائب، الوجبات المدرسيه دي تبع الايه يا فندم؟ يا فندم هي تبع المتعهد طبقا للعقود، انا لم اطلع عليها حتى الان، وانا كنت عملت بيان يعني عاجل. مش تبع لوزاره الزراعه ولا اداره يعني مصانع التغذيه المدرسيه. بص يا فندم، انا بحمل المسؤوليه، رئيس الوزراء، وزير التربيه والتعليم، ووزير الصحه، هم الثلاثه اللي يجاوبوني على السؤال دوت. حضرتك رسمي عايز يتجاوب على السؤال ده رسمي، ان الوجبات الغذائيه دي احنا كل سنه، احنا لسه لمده اسبوع كانت في طمه محافظه سوهاج، النهارده في اخميم، من شويه كانت في سقلته، وكل ده في سوهاج. انا عايز اعرف الوجبات الغذائيه دي اللي بتتوزع على الطلبه، احنا في طلبه في اشد الاحتياج، والوجبه الرئيسيه بتاعتهم والظروف الصعبه الاقتصاديه بتاعت البلد، عايز اقول لك ان في دي الوجبات الاساسيه. انا مش قادر، انا دلوقتي انا اهم حاجه عندي تحفظوا على المخازن الخاصه بتاعت المورد ايا كان، انا مش عارف اسمه ايه طبعا، والموضوع طبعا اتحول للنيابه العامه، واحنا في انتظار التحقيقات. بس انا دلوقتي نظرتي حاليا ان احنا عايزين نشوف القصه دي ايه اولها وايه اخرها. احنا كل سنه لينا مشكله في الوجبات الغذائيه، وجبات غذائيه لا يعني. فانا حضرتك انا قدمت طلب احاطه، وبكره لا سياده النائب حضرتك، سياده النائب يعني سياده النائب حضرتك ممكن تسمعني، يعني حضرتك بتقولي ان دي رابع مره السنه دي في سوهاج؟ لا هي مش رابع حاله، هي انا في دائرتي اخميم دي دي اول مره، اول مره بتكلم على دائرتي، لكن في محافظه سوهاج خلال ال 10 ايام دي 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 ممكن تكون ثالث مره او رابع مره في محافظه سوهاج كمحافظه فعلا. ده دي رابع مره حالات تسمم في محافظه سوهاج. طب ازاي سكتوا يا فندم؟ وبسبب الوجبات يعني المدرسيه يعني ازاي سكتوا النواب او سكتت المحافظه يا فندم؟ يا فندم يا فندم حضرتك مش سكتوا النواب، احنا يا فندم احنا يعني احنا يعني الموضوع دوت حصل عندي في دائرتي انا النهارده الصبح، انا النهارده الصبح حضرتك بعد ما حصل الواقعه دي بقيت متابع مع وكيل وزاره الصحه وزير وزاره التربيه والتعليم والاستاذ المحافظ وكل المسؤولين معين وهيئه الاسعاف وكله. حضرتك احنا ما سكتناش، مين قال احنا سكتنا؟ احنا تدخلنا وانا عامل بيان عاجل، بس للاسف عشان خاطر ادراجه في الجلسه بكره الصبح انا عامل بيان عاجل للسيد رئيس الوزراء وزير التربيه والتعليم ووزير الصحه يردوا عليا الوجبات المسممه دي ما هي سببها وايه اللي حصل، وهنقعد امتى لحد امتى في الموال ده اللي بيحصل كل سنه تقريبا وبنسمع عنه. طب اولياء الامور يا سياده النائب يعني رد فعلهم ايه وردودهم ايه يا فندم؟ يا فندم ده اولادنا وحقهم ان هم اللي يعملوه يعملوه، طبعا حقهم طبعا، اولياء الامور كتر خيرهم، ده زرعتنا واولادنا واحنا عايشين عشان اولادنا. يعني انا اذا كنت انا نائب عن دائره تخميم، اذا كانت اساسا اولياء الامور بيستنجدوا بيا وبيحملوني انا المسؤوليه، وانا ان شاء الله هبقدم المسؤوليه وانا تحركت تحرك قانوني، واحنا هنشوف المتسبب فين ولازم يتعاقب اشد العقاب، هو اذا كان هو مورد او اذا كان مسؤول او اذا كان متعهد او اذا كان اي ما هي حد. الصراحه يا سياده النائب الصراحه حضرتك نائب للشعب وعن الدايره، لكن هي لا مسؤوليه اولياء امور ولا مسؤوليه حضرتك ولا مسؤوليه محافظه، هي مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم اللي هم جايبين اساسا المتعهد ده يا فندم. تربيه وتعليم وصحه، تربيه وتعليم وصحه، لان المفروض بيكون موجود مفتش صحه على المخازن بيتابع الوجبات الغذائيه اليوميه عشان يقدر يحدد بالظبط ايه اللي يعني والمفتش ده مش موجود يا فندم؟ يعني مفيش مفتش صحة؟ سيادة النائب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، هو مفيش مفتش تغذية موجود في كل مدرسة؟ يا فندم لا، بص حضرتك احنا مالناش دعوه بمفتش التغذيه بتاع المدرسه، احنا بنبتديها من البدايه. احنا المفروض مفتش التغذيه ده حضرتك ما بفتش، معهوش ادوات ومعهوش اليات يفتش على التغذيه كل يوم، هيفتش عليها يدوقها؟ لا طبعا، احنا بنقول الصلاحيه الاكس باير بتاع المده الصلاحيه بتاعت المنتج يتابعوا
مفتش الصحه. انا لا مش أنا مش اكسبايرد بس يا فندم، لا مش مده صلاحيه بس يا ست النائب، المفروض متابعه باستمرار هل طريقه الحفظ سليمه ولا لا، لان دول اطفال واللي يتحمله الكبير مش هيتحمله طفل. مؤيدك مؤيدك طبعا، لازم تكون متابعه مش اسبوعيه، متابعه يوميه. انا لما سالت النهارده قالوا لي النهارده المنتج ده انتاج النهارده، انا مش عارف انتاج ايه، انا ما اعرفش، قد يكون ختم مضروب، تاريخ مضروب، الكلام ده اللي هيحدده النيابه العامه لما تحول الموضوع لتفتيش الصحه ويفتشوا يشوفوا مدى صلاحيه التخزين ازاي، الاكل ازاي. والله اقسم لك بالله انا حزين اشد الحزن، وانا سبب حزني ده ان اولياء الامور والاهالي محملين ان انا كنائب شعب المسؤوليه، وانا موافق ان انا اتحمل المسؤوليه وانا اكون قد المسؤوليه، وانا باذن الله رب العالمين عملت الخطوات الرسميه، وكل من هو مسؤول سواء صحه، تعليم، اداريين، مورد ايا كان، لازم يتحط تحت القانون ويتعاقب عقاب اشد عقاب طارئ. طب سياده النائب ليه ما بتتعاونوش مع او المدارس ليه ما بتتعاونش مع مصانع التغذيه الخاصه بوزاره الزراعه بعد ما هي اثبتت بالفعل كفاءتها؟ احنا نتعاون ازاي حضرتك؟ ما مدى التعاون يعني؟ انا اقصد وزاره التربيه والتعليم يا فندم، بدل ما تتعاقد مع موردين ما تعرفهمش. لا يا فندم، انا بص حضرتك كل ده هنحط عليه ايدينا بصفه قانونيه، اديني النيابه العامه شغاله في اتجاه، واحنا كمجلس نواب في جهه، لحد ما نحط ايدينا على الحقيقه بالظبط، لان الواقعه دي واقعه خطيره جدا، وانا مستاء جدا 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 وحزين جدا جدا، وانا لا انكر لا انكر ان هناك مسؤوليه وان هناك اهمال شديد، ولابد معاقبه المهمل بشكل صارم صارم. تمام يا فندم، شكرا للنائب وائل المشنب عضو مجلس النواب عند دائره تخميم.